المجموعة الرباعية تدعو إلى تسوية سلمية للوضع الليبي ورفض أي تدخل عسكري أجنبي. العدالة والبناء يدين ما يحدث في بنغازي من تمثيل بالجثث ويصف ذلك بأنه مناف لقيم الشعب الليبي. ومجلس طرابلس البلدي يطالب بالتظاهر السلمي ويدين ويستنكر الهتافات المحرضة على العنف ضد الآخرين. نشرة الثالثة من ليبيا بانوراما، ومن العناوين إلى التفاصيل مشاهدين، أهلا بكم. استعرض اجتماع رباعي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة السبت المشهد السياسي في ليبيا، وقد جمع الاجتماع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا جاكايا كيكويتي والمبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا مورغريني. وجدد المجتمعون دعمهم للاتفاق السياسي وللمجلس الرئاسي وتأكيدهم على تشجيع الأسام المنبثقة عنه للانخراط في حوار يعالج النقاط الخلافية التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي. اجتماع رباعي حول ليبيا احتضنه مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور كل من الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي لليبيا والمبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، إلى جانب أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط. الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد تناول مناقشة المستجدات الأخيرة على الساحة، والتي من أبرزها أحداث الهلال النفطي الأخيرة وما نجم عنها، بالإضافة للاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس الأيام الأخيرة. وقيمنا بتشكيل مجموعة رباعية تهدف إلى تنسيق مواقف منظماتنا الأربع والعمل بشكل. أبو الغيط أكد في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع على أن المجتمعين اتفقوا على دعم المجلس الرئاسي في بسط السيطرة على العاصمة عن طريق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 15 من مارس الجاري. من جانبه اعتبر كوبلر أن البلاد بحاجة ماسة لجيش موحد بتسلسل قيادي واضح تحت سلطة مدنية تمثل قيادته العليا. موغريني التي سيطر ملف الهجرة على مشاركتها بالمؤتمر الصحفي قالت إنه يجب أن يعلم الجميع أن العمل في الملف المشار إليه يصب في مصلحة ليبيا أيضا. توصيات الرباع المجتمع اتسمت بضرورة العمل على تشجيع الأطراف الداخلية على الانخراط في حوار جاد لحلحلة النقاط الخلافية فيه واستمرار التنسيق المشترك مع دول الجوار. هذا ومن المقرر أن يكون الاجتماع القادم في بروكسل البلجيكية، ليعقبه اجتماع آخر في أديس أبابا الأثيوبية. من جانبه قال مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي لليبيا بانوراما إن الخروج عن الاتفاق السياسي لإيجاد حل للأزمة في ليبيا سيدخل البلاد في متاهات خطيرة، مؤكدا حرصهم على تبني أي تعديلات من شأنها جمع الفرقاء الليبيين لإيجاد حل للأزمة. اليوم إذا خرجنا عن هذه الاتفاقية أو اتفاقيات هي حقيقة نخرج في وضع لم نعد نعرف المنتهى بتاعه، ندخل في متاهات غريبه وخطيره. فاحنا عندنا قاعده منطلق جيد نبدا منه، اذا ثم هناك اضافات اذا تحسينات اذا ثم تعديلات كله مقبول، لكن ننطلق دائما من هذه الاتفاقيه وحتى نعطي لحوارنا معنى. اذا انطلقنا من الصفر لا نصل. إذا انطلقنا من الفراغ كيف نوصل إلى 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 الفراغ؟ نعم. لذلك التأكيد على هذا كان معروف حتى قبل الاجتماع. وبشأن المخاوف من انهيار المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، أضاف الجمالي أن هذه المفاوضات ستستمر وتتطور على أمل تجاوز ما وصفه بمرحلة الكر والفر فيما بينها. المفاوضات ستسري وتتطور. ونعرف كل الأطراف الليبية موافقة عليها إن شاء الله،
ان شاء الله نتجاوز المرحله هذه مرحله الكر والبر. نعم. ومع ما مرحله الهجوم على المساعده النفطيه هذه ربع مره وخمس مرات في العمليه. فاحنا في حرب سلام، في معركه سلام، ومش حرب، دي معركه سلام وليس معركه مراكز نفوذ او معركه غنايم. نعم. لانه هذا لا يوصلنا الى السلم والاستقرار في ليبيا والحفاظ. نعم. على وحده ليبيا والحفاظ على وحده شعب ليبيا. هذا والتقى مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدعم في ليبيا مارتن كوبلر السبت رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي لبحث تطورات الوضع في ليبيا. وأوضح كوبلر أنه تم الاتفاق على أهمية وجود أجندة سياسية ضمن هذه المرحلة لحاجة الشعب الليبي، لذلك بحسب وصفه تجدر الإشارة إلى أن حجازي يرأس اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي. أدان حزب العدالة والبناء في بيان الأحد ما يحدث في مدينة بنغازي من تبتيل بالجثث، ووصف ذلك بأنه مناف لقيم وثوابت الشعب الليبي ويصادم كل الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية. ونشد الحزب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية توثيق كل انتهاكات حقوق الإنسان، داعيا إلى بحث سبل الاستفادة من الحركة الحقوقية الداعية إلى ملاحقة مجرمي الحرب ونبد العنف والابتعاد عن أفعال الانتقام التي تمس قواعد التعايش السلمي بحسب البيان. هذا وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي البارحة مقطع فيديو يظهر فيه مسلحون موالون لحفتر يمثلون بجثة أحد المقاتلين ويجوبون بها شوارع بنغازي. وأكدت مصادر صحفية متطابقة أن الجثمان يرجح أن يكون للقيادي بمجلس شورى ثوار بنغازي جلال مخزوم. وفي سياق متصل، اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الحادثة من أبشع الجرائم وانتهاكا صارخا لقواعدها التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف بشأن أسر الحروب والنزاعات المسلحة. وقالت اللجنة في بيان عبر موقعها الرسمي أن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق تابع مقطع الفيديو وصورا تداولها المدونون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معبرة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادثة. أكدت القوات الجوية التابعة لخليفة حفتر سقوط طائرة حربية نوع ميغ 21 تابعة لها إثر استهدافها بمحور سوق الحوت في مدينة بنغازي. هذا وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة نجاة قائد الطائرة خلال هبوطه بمظلة النجاة الخاصة. وبالعودة إلى ينضم إلينا عبر الهاتف خالد صالح الباحث في منظمة التضامن لحقوق الإنسان. في البداية سيد خالد، هل تعتقد بأن منظمات حقوق الإنسان قادرة فعلا على الحد من وقوع الانتهاكات أثناء الصراعات المسلحة كالتي نعيشها الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة أن ما يحدث الآن أو حزب الانتهاكات الآن أصبح يعني شيوعة بشكل كبير، أصبح انتشارة على المستوى الدولي والمتابعة له لاحظنا أن فيه يعني شكل من أشكال الاهتمام، وهذا أمر مهم للغاية، لأن هؤلاء الذين يرتكبون الآن الجرائم والانتهاكات بمختلف أنواعها هم يظنون أنهم في منأى أو في منجى من العقاب. ولكن أعتقد ما يحدث الآن من متابعة سواء من منظمات دولية من بحثة الدعم الخاصة أو حتى من محكمة الجنايات الدولية الآن أصبح أكثر كثافة وأكثر تركيز، وهذا يعني مؤشر أعتقد أنه هو مهم للغاية في قضية متابعة
والحد من بعد ذلك من عملية الانتهاك. يعني بمجرد يعني ذكر بعض قادة الكتائب أو المجموعات المسلحة التي تقوم بالانتهاك، أعتقد أن ما يترتب على ذلك هو نقصان عملية الانتهاك أو الحد منها في من وجهة نظري. نعم. طيب، هل تعتقد بأن مطالبات ومناشدات هذه المنظمات تلقى أدانا ساغية على الأرض وخاصة في ساحات القتال؟ نعم، في ظل الفوضى اللي تو سائرة حاليا، يعني سواء في بني غازي أو في طرابلس أو في غيرها من المدن، وفي ظل يعني شعور بالإفلات من العقاب، تتظل هذه الانتهاكات يعني مستمرة. لكن بمجرد ذكر زي ما ذكرت لحضرتك الآن أسماء معينة ارتكبت جرائم، فأعتقد أنه سيكون هناك حد من العقاب. مجرد شعور بالمتابعة وأن هؤلاء سيكونوا ملاحقين، فنتوقع، وهذا نتوقعه قريبا حقيقة، نتوقع بعد ذلك أن يكون هناك نوع من أنواع الردع لهذا الحد من هذه الانتهاكات. ولكن المتابعة لا محالة والعقاب لا محالة قادم لهؤلاء، لمن ظل طبعا منهم على قيد الحياة. نعم، الباحث في منظمة التضامن لحقوق الإنسان خالد صالح كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قالت مديرية أمن طرابلس إنها لم تصدر أي ترخيص للتظاهر في ميدان الشهداء الجمعة، مؤكدة أنها تقوم بتأمين الميدان مهما كان توجه المظاهرات. وأعلنت المديرية في منشور لها على الفيسبوك أنها تعمل تحت شرعية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وأنها ضد حكم العسكر وزرع الفتن، مشددة على أنها مستمرة في العمل على حفظ أمن العاصمة واستقرارها. من جهته، أدان المجلس البلدي طرابلس المركز الأحداث التي شهدها ميدان الشهداء الجمعة، من إطلاق النار والخروج التظاهر السلمي عن مساره بالهتافات المحرضة على العنف ضد الآخرين والدعوة لعودة حكم العسكر. وأعرب المجلس في بيان له السبت عن حرصه على أن تكون المدينة النموذج الحقيقي لتحقيق أهداف ثورة 17 من فبراير، التي تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية تتسم بالحريات والعدالة. اعتبر حزب العدالة والبناء أن الشعارات الجهوية تمزق النسيج الاجتماعي وتفتت الدولة وليست حرية تعبير، مؤكدا أنه وجب على المجلس الرئاسي إدانتها. ودعا الحزب في بيان له السبت تعليقا على الأحداث التي شهدتها طرابلس الجمعة الأطراف الداعمة لما وصفه بحكم العسكر إلى عدم استغلال ما قام به الرئاسي من ترتيبات أمنية بالعاصمة، مثمنا بيان الكتائب والتشكيلات الأمنية والعسكرية التي أكدت فيه انضواءها تحت شرعية الدولة وتفعيل مؤسسات الجيش والشرطة ورفضها عودة الاستبداد بحسب وصف البيان. عاد الطلبة إلى الدراسة من جديد بمدارس العاصمة بعد توقفها خلال الأيام السابقة نظرا للأحداث التي مرت بها المدينة. المزيد في سياق التقرير التالي نتابع. مدارس العاصمة تفتح أبوابها من جديد أمام طلابها بعد توقفها خلال الأيام السابقة نظرا للاشتباكات التي دارت في بعض الأحياء. الأمل يحدوه تطلعات أولياء الأمور بأن ينعم أطفالهم ومدينتهم بالأمن والاستقرار. والله نشعر بالسعادة والامتنان برجوع كافة الأطفال للمدارس، ونتمنى أن العاصمة يعني تنعم بالراحة وبالأمان، وهذا أطفال المستقبل. الجو كويس والحمد لله، ورجعنا طلبة متاعنا المدرسة والجو الأمن مستتب، وإن شاء الله ربي يصلح الحال، وهذو أولادنا وهذو أولادنا، وإن شاء الله نبوا اللي بيتستقر، وعلى خاطر هالصغيرة يشدوا يا نار يقروا، وعندهم شيء مكان تاني بيمشوا له. نحن مستقبل ليبيا وبنا تبنى، رسالة من الأطفال مفادها أنهم ملوا الحروب وأنهم راغبون في العيش الكريم. اليوم ملينا القراية وإحنا نبوا القراية وملينا من الحرب، وإحنا أصلا صغارهم، وإحنا ملينا من الحرب هنا وإحنا صغار. ربي يهدي البلاد، ومعاش نبوا نوقفوا القراية، مرة نوقفوا مرة نقروا، نبوا مستقبلنا زاهر.
مع بداية الأسبوع تعود الدراسة بعودة الكوادر التعليمية وتلاميذهم لطي صفحة أسبوع مضى، على أمل المضي قدما دون عراقيل لتسير عجلة التعليم دون توقف. زياد الحجاجي لقناة ليبيا بانوراما، طرابلس. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. حملة نظافة لأبار مدينة بني وليد بالتعاون مع شركة النظافة العامة وجمعية السلام للأعمال الخيرية. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. نظم عدد من أعيان مدينة سرت وشبابها الجمعة وقفة احتجاجية حول اختفاء عميد البلدية مختار المعداني ومرافقيه في 11 من فبراير الماضي بطرابلس، حيث أصدروا بيان استنكار حول الحادثة وأنهم لن يعترفوا بأي شخص يكلف بمهام البلدية، بالإضافة إلى أنهم سيقومون بإغلاق خط الغاز المغذي للمنطقة الوسطى والغربية وبعض المرافق الحيوية بالمنطقة. أكدت مصادر لليبيا بانوراما بمدينة باري اختطاف مدير المصرف التجاري الوطني عمر عبد الله من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، موضحة أن مدير المصرف اختطف بالقرب من منطقة الديسة شرق المدينة بحسب المصدر. عقد منتدى ارتقاء ليبيا جلسة حوارية بمدينة سبها تناول فيها مناقشة وضع آليات جديدة لتحديد قانون الانتخابات المعمول به في البلاد، وحضر الجلسة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء القانونيين من مختلف مدن المنطقة الجنوبية. عقد منتدى ارتقاء ليبيا جلسة حوارية بقاعة المسرح الشعبي بسبها، وذلك من أجل تطوير العملية الانتخابية ومراقبة الانتخابات. وناقش المدعوون في الجلسة إصدار قانون للانتخابات يلبي طموحات المواطن من خلال وضع آليات جديدة تؤدي إلى تحديث قانون الانتخابات. من خلال التجارب السابقة للانتخابات ونتائجها ومخرجاتها والتي لم تصل إلى طموح المواطن، خاصة في الاستحقاقات السابقة في مجلس النواب، في المؤتمر الوطني، في انتخابات مجالس البلدية، وبالتالي رأينا ضرورة وجود ضوابط قابلة للتعديل، قابلة للحذف نهائيا. جلسة حوارية بخصوص الإصلاح الانتخابي وتطوير العملية الانتخابية في ليبيا، بحيث أن نطلعوا من الأخطاء السابقة اللي أخطأنا فيها في المراحل الانتخابية السابقة والاستحقاقات السابقة، نحاولوا أن نطلعوا بتوصيات لتعديل العديد من القوانين. هذه الجلسة حضرها عدد من مندوبي المجتمع المدني والتجمعات النسائية على نطاق المنطقة الجنوبية، ومندوبين عن ذوي الاحتياجات الخاصة وخبراء في القانون. سعوا جميعا إلى وضع توصيات لإصلاح قانون الانتخابات الجديدة في ليبيا. لقناة ليبيا بانوراما، محمد البكوش، سبها. بادرت مدرسة روح العطاء للتأهيل والتعليم والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة بزيارة لدار الوفاء للمرة الثانية، وذلك للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للأم لإدخال البهجة والسرور على المقيمين بالدار. أطلقت إذاعة بني وليد حملة تنظيف في المدينة بالتعاون مع شركة النظافة العامة وجمعية السلام للأعمال الخيرية،
استهدفت الحملة الآبار والأماكن المجاورة لها، حيث بدأت من بئر صرار وهي أقدم الآبار وأكبرها كمرحلة أولى، تليها مرحلة البناء والترميم، وذلك للحفاظ على المياه الصالحة للاستعمال كمورد احتياطي في حالة حدوث مشاكل في إمدادات النهر الصناعي. حملة مستمرة لآبار أخرى مش هذا البير فقط، لأن منظومة النهر كما تعلموا أنها منظومة أصبحت مهددة سواء بانقطاع الكهرباء أو سواء بالاعتداء المتكرر عليها. فاليوم قمنا بتنظيف هذا البير اللي هو بير صرار، تشوفوا في التلوث وتشوفوا في القمامة المرمية بجانب البير، أنه عندنا مرحلة ثانية لصيانة البير اللي هي مرحلة معالجة المياه، والمرحلة الثالثة اللي هي صيانة المبنى اللي أمامكم. قال وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق أسامة حماد إن حكومة الوفاق ملتزمة بسداد الديون الليبية لدى المساحات التونسية في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الصحة في الحكومة التونسية سميرة مرعي، والذي تناول جدولة الديون الخاصة بقطاع الصحة لدى المساحات التونسية. هذا وأعلن مصرف ليبيا المركزي أنه شرع منذ الأربعاء الماضي في إحالة مرتبات العاملين في الدولة عن شهري يناير وفبراير إلى مختلف المصارف التجارية لإيداعها في حساباتهم. ونوه المصرف عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه نفذ أذونات صرف المرتبات كما وردت إليه من وزارة المالية. من جهة ثانية، نفى المصرف ما أوردته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بخصوص مخاطبة المركز للمصارف التجارية بعدم تزويدها بالسيولة النقدية. شكلت شركة الخليج العربي للنفط لجنة لزيارة مرسى الحريقة بطبرق لمتابعة قطعة الأرض التي ستمنحها الشركة لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية قدرها 400 ميجاوات. يذكر أن عمداء بلدية طبرق ومساعد وبئر لشب قد ناقشوا الأسبوع الماضي مساعدة شركة الخليج العربي للنفط في إنشاء المحطة. التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة بالسفير الألماني كريستيان بوك الخميس، وتناول اللقاء حرص الحكومة الألمانية على دعم قطاع الكهرباء من خلال الشركات الألمانية في مجالات الطاقة المتجددة ومشاريع محطات الإنتاج والتحويل من خلال شركة سيمنس، ورجوعها للعمل لاستكمال اختبارات وتشغيل محطات التحويل 220 كيلو فولت ومحطة 400 كيلو فولت، إضافة إلى وحدات التوليد بمشاريع محطات الإنتاج في باري والسرير والخليج وشمال أفريقيا. أقيم بمقر مفوضية الكشاف بمصراتة المعرض الأول للفنانين سالم الطالب ومصطفى حديد. يتضمن الجانب الأول من المعرض رسم الحروف أو الغريتافي العربي والطباعة بالقلم ورسوم سكتش، ويتضمن الجانب الثاني فن طي الورق وهو فن المشغولات والورقية، واستمر المعرض لأربعة أيام. المعرض متكون من قسمين، قسم سكتشينج اللي هو الرسم، والرسم أنا مقسوم عليه عدة تقسيمات اللي هي من السنسل ومن الجرافيتي العربي ومنها رسومات اللي هي إظهار الأفكار، وعندنا القسم الثاني من المعرض اللي هو قسم الأوريغامي أو فن طي الورق اللي هو أشغال ومشغولات بالورق مخدومة بهذا وصلنا لنهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. المجموعة الرباعية تدعو إلى تسوية سلمية للوضع الليبي ورفض أي تدخل عسكري في ليبيا. العدالة والبناء يدين ما يحدث في بنغازي من تمثيل بالجثث، ويصف ذلك بأنه مناف لقيم وثوابت الشعب الليبي. ومجلس طرابلس البلدي يطالب بالتظاهر السلمي ويدين ويستنكر الهتافات المحرضة على العنف ضد الآخرين. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.